ابن 33 اللي هو سن سيدنا آدم عندما خلقه الله، وسن سيدنا عيسى عندما رفعه الله. جمال الجنة هو جمال من فيها سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم من تفسير هذه الآية كما يقول شيخ الإسلام، عرفها من العرف، والعرف يعني العطر، العطر اسمه عرف، اسمه عرف، وبالتالي عرفها لهم يعني طيبها لهم، يعني زكاها لهم. ولا تدخلوا الجنة كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم إلا كل نفس مؤمنة. سمات أهل الجنة من الجمال كما رأيت الآن، ليس لهم شعور وليس لهم لحى، لا يحتاجون حلاقا ولا كوفيرا ولا كذا كذا، بجمال رباني لم ترى مثله ولم تحلم بمثله. هذه صفة أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فإذا ما استقروا في الجنة، واحد بقى هيأذن، هيرفع الأذان، ليس الأذان للصلاة، لا، سيعطي لهم صفة أهل الجنة، اسمه إيه؟ مؤذن الجنة، مؤذن الجنة، مؤذن الجنة. عندما قال صلى الله عليه وسلم، وكل هذه الأحاديث صحيحة في البخاري ومسلم إجماعا، قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة أذن مؤذن. خذ هذه المعلومة عندك، الجنة فيها مؤذن، لو في تعليمات هو اللي بيقولها بس، المسموح له بتبليغ التعليمات، لو محتاج ميكروفون ولا إذاعة ولا تلفزيون، صوته يخترق الآفاق. وإن الجنة يعني أنا مش عارف أقول إيه بالظبط الصراحة، شو بقى، صوت واحد هيوصل 100 منزلة، بين كل منزلة ومنزلة قدر ما بين السماء والأرض، حاجة في منتهى العظمة. المؤذن ماذا يؤذن؟ يا أهل الجنة، فينصتون إليه: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. ما فيش عندنا في الجنة صيدليات ولا مستوصفات ولا مستشفيات، لا نصب ولا سخب ولا سقب، لا يوجد في الجنة أمراض لا يمسهم فيها نصب، ما فيش تعب، لا يمسهم فيها نصب. إن لكم، يبقى أول حاجة إيه؟ أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. محدش هيقول ولا نجيب له الأسعاف ولا يغسل كلى ولا مريض سرطان، اختفت جميع الأمراض، ومن فقد منه عضو عاد إليه مرة ثانية. إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، ده البيان الايه الثاني. البيان الثالث: ان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا. كلكم شباب 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 شباب، والحسن والحسين رضي الله عنهما سيدا شباب اهل الجنه، يعني سيدا اهل الجنه، ان الجنه كلها شباب مش فيها اطفال، يعني الاطفال اللي فيها لهم وظيفة تانية سنتكلم عنها بعد ذلك. وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، يعني